دايماً إياك والحركة، فهي لا ترى إلا الأجسام المتحركة. هذا الكلام في الأفلام. عزيزتي تينا، اعتبري ما حدث درسا بسيطا في احتراما من عائلة واترسون. من يضحك أخيرا؟ أنا آسفة، لقد عشت عمري كله أتمنى لعبة، وطبعا كنت سأعيدها لك، لكن لقد ساعدتني على النوم، فالمكان هنا مخيف جدا. دموع الديناصورات، غلبتني من جديد. بصراحة أنا زوجتي والله كدوالله تحتاجين على دايزي أكثر مني. حقا؟ نعم، فوق شعرك بأمان.